فولدر مش كده فولدر شنا يا عم يا اسطى انا جايب 16 كيل اكل انا جايب 10 انا جايب 16 يلا يرنن هيا ودي كمان اي دي رنت يا اخويا حرام حرام ايه ده دي مش عارف انا دل انا كنت عارف المكان اصلا وانت نقول ايه خرجت المايك انا خدت 3 حاجات نول التليفون ده متخبي ورا قوي مش عارف هات بقى اللي تحت لا لا ما بقى ما تستنيش انت واد فقري مش فاهم قلت لك ما حدش راضي يديني اللايك ما حدش راضي يديني اللايك ما تديني لايك يا اخي